مع سعد، لمسه اولى لمسه ثانيه عايز يلعب لوليد، انما هو لسه كورته معاه، حطها في الشمال والعرضيه، يلا يا راجل الرام الثالث، يلا يا سعيد اسعد جماهيرك وفرح الناس في المدرجات وامام شاشه الاهلي بهدف ثالث. ما تاخرش كتير، ما تاخرش كتير، في الدقيقه ايه؟ في الدقيقه 19، في الدقيقه 19 عبد الله السعيد يحرز هدف نادي الاهلي الثالث في الدقيقة 19 من الشوط الثاني. حلو الكلام، مفيش كده أحلى. بص شوف شوف، هو اللي بنى الهجمة، هو اللي لعبها في الشمال وجات له مرة ثانية وما كدبش خبر، بباطن القدم اليمنى يسكن الكرة على طول. يا ولدي علي، يا ولدي عبد الله، ثلاثية حمراء، ثلاثية أهلاوية في مرمى منانا الجبل.